اخواني واحبائي الاعزاء المشتركين بالقناه على اليوتيوب، معكم الفنان توفيق الذهبي عازف الاورج والموزع الموسيقي في البرنامج التعليمي للاورج باشهر الاغاني العربيه والمغاربيه. فالمرجو منكم السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل اكثر. اليوم غنديروا اغنيه صبرت وطال عذابي للمرحوم الشاب حسني، فابقوا معنا لتستفيدوا. اولا اغنيه صبرت وطال عذابي للفنان المرحوم الشاب حسني هي نهواند على الله، نهواند على الله او الفا او الري حسب الطبقه الصوتيه لكل مغني. نهواند على الله على الشكل التالي: بدون علامات في السلم الموسيقي، فقط السول دييز كنوطة حساسة، هذه ما كتكتبش في الارمير في السلم. غناخذوا ايقاع علاوي سنتيمونتال او ايقاع للشاب حسني على سرعة 88 على سرعة 88، ثم ناخذوا صوت براس ونبدأ المقدمة. هذه هي المقدمة، نعاودها ببطء من دو، من هنا دو دو ري دو سي لا سي، دو دو ري دو سي لا سي، دو دو ري دو سي لا سي، مي 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 مي، نعاودها ببطء. دابا غادي نحاولوا دابا نديروا المقدمه والسولو مع الغناء باش ناخذوا على فكره عامه. انا معاك انت يا كندي يا سيدي ربي، خديتك حسيت بالكيا يا صبرت وطال الحال، انا معاك انت يا كندي يا سيدي ربي، خديتك حسيت بالكيا. بعد الفراق عامين يا وين مكتوب وين، بعد الفراق عامين يا وين مكتوب وين، بعد الفراق عامين يا وين مكتوب وين، صبرت وطال عذابي انا معاك انت يا كندي يا سيدي ربي، خديتك حسيت بالكيوم. فخدينا واحد الفكره عامه على هذه القطعه. الان غنرجع معكم للسولو، كتبدا من هنا من دو،
بهذه الطريقه كتعزف تتعزف السولو. الان غنعاودوها بشكل كامل. انا معاك انتيا كندير سيدي ربي خديتك حسيت بالقيا يا صبرت وطال الحال انا معاك انتيا كندير سيدي ربي خديتك حسيت بالقيا كانت هذه نبذة مختصرة وعامة عن أغنية صبرت وطال العذاب للمرحوم الشاب حسني. أتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.